محين كو غان كرنا كل مدى مدحوين موسى بيحي عبدي ولقا تي مدح دقاميت كاية غان عصتا دا سومالي لان قيبا كميدا حبناها كم تيلا اياها ودا هذا اللضا اي سومالي لان لقلي سو حقرات كا قبل كالصول ايام مركي وقوه الرئيسي اللي وقاذي ووان ببيحي دونا مقالة داتي سببا اس ارقيادة تن ايا وحا وچيت كود وحا اللبا قضب وحنا اي نكسو كوبينا وربحين تينن مدحوينها سومالي لان ايا كل مقالة بحيي غان عصتاها ايا مدح دقاميت كا سومالي لان قيبا كميدا كواسي اللوغا الرنسان ايي حالدا مقالدا لا اسعان وضي حارون تا قبل كاسول يو سيدي نبت قليو لوغو هاي لها او اها قدب كوباد ايس ارقيادة تانيا اي سالكا كوهي وحالا لغو قرفين ايي وفتيجي وان ببيح لها مقالدا ادي سابابا اي حارون تا ودن كيتوب يا مدحوينو هنا وحاو سيقار اولا كولماي مدح دقاميت كي هوري اسوح القامي اي كوسوق نام دوين كي وقدن بيسي مقالدا عينبا كواسي او كوسوق ريو نقضي مقالدا حرقيسي عاسمة دا سومالي لان ميسكاسينا waxaa lagu hayay wada hadalka bariga Sool iyo sidoo oo kale sidii midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wada jirkeeda looga shaqayn lahaa iyadoo ay in ka badan 2 toddobaad halkani nabadgelyo ahayd ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay qorsheynaysaa sidii dadkii halkaasii ka barakacay ay u soo laaban lahaayeen iyo sidii wax garadka bariga Sool loola geli lahaa wada hadal rasmi ah kaasi oo lagu xalinayo wax kasta oo ay tabanayaan دولد فدرال كاه ايتوبيا وارنتاني دحدحات كاه ايانا مرتي جلينيسا وحانا وكاقب سومي يا مقالة عدي سببا اي حارونتا ودن كاسي وا قوضب كالباد اي غرفين تا يسيد اوكالي كولا مدى مدحوين موسى بيحي عبدي ومانت مرتي جليني اي فولكا كو هيينا ياها سيد اللوغو عوغان لها وفتيجي كم متالي لها ودا هذا الكاسي كموريا دا سومالي لان او مدحوينها اي وحقارت كو ايسلقرتين سيديد حمنوض وكميدا مدح رقميت كي مدوين كي وقدن بيسي كو سوغنا مقالة اللاس عانو دينا يوان بباحان مقالة عدي سببا اي حارون تا ودن كي توبية مدح وينها كموريا دا سومالي لان ايا وحي وراركو انتا سكو دارياني نو مدح رقميت كان سيي كالسوني دير ادا ايا وحكاستا او لغو حالين كارو حالة دا مقالة اللاس عانو دينا يسوق ادان ايا دو اسلاب حادا شو ايا وقت كان حادر كا اسكو دوان شو لغا دونا ايا باريغا صول ايا سيدا اوكال سومالي لان حقوه waxay intaasii ku darayaan in madaxweynuhu la qaatay kulamo aan la shaacin ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland taasii oo ay ka wada hadlayeen sidii dib loogu dhisi lahaa burburka iyo sidoo oo kale waxyeelada soo gaadhay magaalada Laascaanood iyada oo la iskaashanayo xukuumadda Soomaaliland ayaana waxa ay ku dadaalaysaa sidii loo bogsiin lahaa boogaha waqtigan haadirka ah magaalada Laascaanood laga abuuray iyo sidoo oo kale xasilooni darada muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasii ka aloosnayd oo waqtigan haadirka ay muhiim tahay dadkii magaaladaasi ku noolaa inay dib ugu soo noqdaan iyada oo nabadgelyo ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.